السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا في فيديو جديد، اتمنى كما العادة الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. هاد الفيديو اليوم شويه سبيسيال، اليوم حاولت نقلب لكم غير على لي طاي الكبار XL دوبل XL، بحكم بزاف السيدات اللي كانوا قالوا لي عافاك فدوا بدات تقلبي لنا على لي طاي، راه كندورو ما كنلقاهمش في لي ماغازان. اليوم جيت لديفاكتو حاولت انني نقلب لكم على لي طاي كبار. هادو راه سريولات، راه خفاف، راه ماشي تقال، هما بلي كابيشون ديالهم كل واحد وثمانه، ما ماشي داكشي الثقيل، شويه خفاف، حيت بالنسبه بحكم دابا لا سيزون شويه تبدلات، ما بقاش داك البرد بزاف، ما بقاوش مدخلين هذوك لي تواب ديالهم سخان. هادو التوب ديالهم راه شويه رقيق، راه فيهم لي كولور، فيهم لورانج، فيهم الفير، فيهم هاد الموف بارد، زوينين. هما الثمانات شويه ولكن شويه الكاليتي ديالهم زوينه. بحال دابا هاد السروال داير مثلا 199، راه تلقاي ب 100 درهم، ولكن مثلا هذيك تاع 100 درهم تلقاي دغيا كيحباب، دغيا كيخرج دوك من جهه الركابي تيخرج. بعدا هاد ديفاكتو شويه كاليتي، وعندها موديلات الصراحه زوينين. ها نتوما غتشوفوا معايا في الفيديو، تفرجوا فيه حتى الاخر باش تشوفوا لي موديل كاملين. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وإلا كنتي اول مره كتشوفي هاد لا فيديو ما تنسيش ديري ابوني، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الوفاء والدعم ديالكم، وكنشكركم بزاف وفرجه ممتعه. Thank you.